للتعليق على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية وجلسات الاستماع التي تجريها المحكمة، معنا عبر الهاتف الدكتور صبري جلبي أستاذ القانون. دكتور صبري، بعد التحية، موقف مصر ثابت من القضية منذ البداية وحتى النهاية، لم ولن يتحرك قيد أنملة. المرافعة اليوم أمام محكمة العدل الدولية ركزت وبشكل خاص على الدفوع والأسانيد القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في هذا الشأن وبشأن الآثار القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي. ماذا يعني تأكيد اختصاص المحكمة بالنظر لهذه المسألة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. في الحقيقة يعني دور مصر كما تفضلت حضرتك انه فعلا دور ثابت ولن يعني يتزحزح، ومصر تزحزح عن موقفها منذ اللحظة الأولى التي بدأ فيها الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. والمرافعة النهاردة أنا أكثر أستطيع أن أقول لها أو أصفها بالمرافعة التاريخية، من أكثر المرافعات التي قدمت بها مصر منذ التاريخ، رغم أن هناك أكثر من مذكرات قدمت في ذلك الشأن، لأن المرافعة هي يكون لها صدى خلي جدا، خاصة أن محكمة العدل الدولية بتنظر لمصر بعين الاعتبار التقدير باعتبارها دولة مهمة كبيرة في المنطقة، وأول دولة أنشأت سلام مع إسرائيل. وكلام مصر الذي ورد في المذكرة في توضيح الانتهاكات الصارخة للشعب الفلسطيني وتجريده من أبسط حقوقه التي نص عليها القانون الدولي بشكل عام، القانون الدولي الإنساني بشكل خاص، والإنسانية على وجه العموم، وإن المحكمة بتنظر زي ما قلنا قبل كده بعيد الاعتبار للموقف المصري، وتاخذ كلامها محمل على محمل الجد باعتبارها ان دوله لثيقه وشاهد عيان على اللي بيحدث على الحدود بجوارها مع الشعب الفلسطيني وخاصه على قطاع غزه، وان حقه في تقرير مصيره، وان الدول الغربيه بشكل عام هي او الشعوب الغربيه، خلينا نقول بعض الشعوب الغربيه وليست القيادات. الو، اسمعك دكتور صبري، تفضل. وخاصة ان الدور مصر زي ما قلنا ان هي تعتبر شعبيه، فبالتالي المحكمه بتاخذ راي مصر في عين الاعتبار باعتبارها ان هي شاهدة على الواقعه وبتنقل الاحداث الحقيقيه. نعم. وخاصة ان طبعا دكتور صبري، لو تحدثنا عن القرارات التي صدرت سواء من جمعية العامة للأمم المتحدة أو من مجلس الأمن أو من المنظمات الدولية والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير، لكن إسرائيل ضربت بكل هذه القرارات عرض الحائط. هذا الرأي استشاري من قبل المحكمة، ومؤخرا في الشهر الماضي قرار المحكمة وقرار أيضا التي رفعته دولة جنوب إفريقيا أمام المحكمة هي قرارات استشارية. هل في المستقبل ربما يكون هناك التزام بشأن هذه القضية وبشأن أيضا حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني؟ والله هو ده حقيقة، احنا نتمنى أن يكون هناك التزام، وأنا من وجهة نظري أن سيكون هناك التزام، كون أن القضية تتحرك بالشكل السريع ده وتبقى حديث العالم، وخاصة مصر تحركت بقوة في هذا الملف المهم جدا، فده إن شاء الله هيكون له صدى في المستقبل، وأنا من وجهة نظري أتوقع إن هيكون لي صدى، خاصة بعد تدخل مصر القوي والمرافعة القوية اللي حدثت اليوم أمام محكمة العدل. يمكن إسرائيل كانت بتدفع بإن الرأي الاستشاري اللي سيصدر من محكمة العدل سيعرقل عملية السلام. هو فين عملية السلام اللي هم بيلجأوا إليها؟ لا يمكن أن يكون إسرائيل تدفع بحق الدفاع عن نفسها دكتور صبري، وهذا ليس له واقع على الأصل. نعم، حق الدفاع اللي هي بتتكلم، واعلنت قبل ذلك ان مقولتها ان الراي الاستشاري سيعرقل عمليه السلام لو اصدرت المحكمه راي استشاريا، وهي بتدفع يعني بالدفاع بتدفع عن ايه؟ يعني هو هناك قاعده قانونيه ثابته بتقول انه لا يجوز الدفاع ضد الدفاع. انا بدافع عن نفسي، ازاي انت بتدعي انك انت بتدافع عن نفسك باي حق؟ انا بدخل عليك البيت وبهاجمك وكونك انت ترد هذا الهجوم، بقول انا بدافع عن نفسي، ما انت المعتدي وداخل عندي. فلا يجوز الدفاع ضد الدفاع. نعم. باي شكل من الاشكال. كل الادعاءات اللي ادعتها اسرائيل هي ادعاءات باطله، وتم الرد عليها في المرافعه بالفعل التي كانت قويه. نعم. وفيها كافه الاساليب القانونيه اللازمه
يعني ما استندوش بس على اراء ارتجاليه، وانما هناك اسانيد قانونيه ونصوص حتى لو 46 من اتفاقيه جنيف الرابعه وقرار مجلس امن 298 برضه اللي بيعطي الحق للشعب الفلسطيني التقرير مصيره وحقه في العيش بسلام. فين اللي بتقوله اسرائيل بتدافع ازاي عن نفسها؟ ليس لها الحق اطلاقا في مساله ان هي تدعي الدفاع. هذا يعني ادعاءات كلها كانت ادعاءات واهيه، والمحكمه بتقدر ذلك. وزي ما قلنا ان المحكمه بتضع مرافعه مصر في عين الاعتبار بالفعل ولها تقدير، وانا من وجهه نظري اتوقع ان الايام اللي جايه ستشهد تغيير كبير جدا، وهيصدر الراي ان شاء الله الاستشاري. نعم. ونتمنى الوقف الدائم لاطلاق النار في نعم معهم دكتور. لطالما كانت دكتور صوري القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، والتي لن تدخر أي جهد على الإطلاق للحفاظ على مكتسبات الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في محنته وفي حربه ضد إسرائيل. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الدكتور صبري جلبي أستاذ القانون، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.